تفضل تفضل اخ. انت تفضل تفضل. لا والله ما تقبلنا. نعم والله حبيبي تفضل. لا ابدا. نعم ما يستوي. نعم تفضل. لا ابدا. ما يمكن. راح لفت. زين كذا جالس تعازم؟ اخرتنا على الموعد. اسف يا استاذ اسف، ما كان قصدي. اقول الاخ انت تعرفه مدير الشركه تعرفه؟ يعني كذاك على الخفيف، صديقي من ايام الروضه. كذاك زين عقبه مشكلتي انحلت. كيف يعني انت عندك مشكله؟ انت اللي تحل مشكلتي، بما انك يعني مدير الشركه صديقك بتسوي لي واسطه معه. عشان خاطر يعني اكل عمر تسوي لي واسطه معه. اعتبر موضوعك منتهي. منتهي؟ احسنت احسنت ما قصرت. هتساعدني معه؟ انا لك بنساعدك ان شاء الله. صديقك هو؟ من زمان. تفضل 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 تفضل. كيف ذاك؟ احنا بعدنا في نفس المكان ما يستوي. كيف ذاك؟ انت اي حد بالعصر؟ انا ضغطت على رقم 4 طول العمر. انت ابوي ما مال لفتات انت، انت مال درج مال احبال انت. ايش دراك انت باللفتات؟ الحين انا بضغط الحين بضغط. ايش شايفك انت هلكتني؟ اسف ما كان قصدي، ما قصدي. نعم اسف يا طول العمر. حد العصر كذي ما يعرف. تيسر تيسر. انا ساعد المدير. ترعص رقم كم؟ 4؟ والرقم الثاني؟ الرقم الثاني هو؟ اوكي 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 اوكي. اسمح لي منك اسمح لي. مرة انا بالعص. زين. ما شغلك؟ ادخل 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 تفضل ادخل تفضل. ما صباح الخير. صباح النور، أي خدمة؟ لو سمحتي أبغى شوية أقابل مدير. بخصوص؟ بخصوص باغي أشتغل عندكم هنا في الشركة. لو سمحت أنت غير دورك، تفضل. إن شاء الله. نعم يا أستاذ، أي خدمة؟ أريد أدخل على المدير. عندك موعد سابق معه؟ لا ما عندي، لكن ضروري أشوفه اليوم. حاضر يا أستاذ، أنا بخبره أنك موجود، بس لو تكرمت تعطيني اسمك الكريم؟ شامس بن سالم. حاضر يا أستاذ شامس، تفضل استريح. هو الحين عنده مكالمة دولية وإن شاء الله بتدخل معه بعد شوي. تفضل استريح. تفضل. طيب السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف صحتك؟ طيب؟ الله يسلمك. الله يسلمك. كيف حالك؟ أهلا مرحبا. الله يسلمك. أهلا وسهلا. نعم يا أخوان، تشوف شيء؟ لا شكرا ما في داعي. أنا طريق بالبيت. أحسنت. نعم أي خدمة؟ خلص الأخ الأول. أنا عندي موضوع خاص. خاص؟ أي نعم شوية خاص على الخفيف كذا.
وانت يا انا اسمي رامز محمود. اهلا ومرحبا بك رامز. اهلا وسهلا. ايش من خدمه تحب تقدمها لك؟ العفو العفو يا استاذ، انا اللي جاي اخدمك. انا الحقيقه جاي البي الطلب اللي نشرته اليوم في الجريده بخصوص طلب موظفين. نعم. انتوا ما طلبتوا موظفين؟ بصراحه احنا طلبنا مجموعه وظائف في الجريده. نعم. لكن معظم وظائفنا في الشركه تتطلب تخصصات وشهادات عاليه، ولو كان في خبره هذا يكون شيء بعد افضل. فما اعرف انت ايش من انا بالحقيقه يا استاذ عندي ثالث اعدادي، لكن صدقني تراني انسان ذكي. نعم ذكي، وممكن اشتغل اي شغل. ما قصد كذاك يا اخ رامز. على العموم احنا نشوف لك الوظيفه اللي تناسبك. انا طال عمرك عندنا عده وظائف، وممكن تكون لك وظيفه مناسبه ضابط علاقات عامه. لا هذه حالين. نعم انا شمس مسار مكلمك. نعم اقصد هذه الوظيفه مال ضابط حاليا، يعني هاي اقصد يعني. وانت كيف مؤهلاتك يا اخ شمس؟ والله الحمد لله كلهم خير وعافيه، ما شايفين باس، كلهم يسرق حالهم، كلهم في البلد، انا بقدر لهم خير وعافيه. نعم يا اخ انا ما اقصد اهلك، اقصد عندك شهاده؟ نعم الحمد لله، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ونعم بالله ونعم بالله يا اخي، بس انا اقصد ايش من شهادات عندك اخرى؟ يعني شهادات ثانيه؟ نعم. ايه انا عندي الحقيقه شهاده مال كريرا وشهاده مال الكدري، واذا تبغون اتصل في الله الحين بيجيبون. تفضل تفضل سرح سرح سرح. تفضل تفضل تفضل. انت اخ شمس عمرك دخلت مدارس؟ نعم انا متعلم ومثقف واجد بعد. الى اي صف وصلت بدراستك؟ والله انا كنت بخلص جامعه، لكن المشكله واحد من الاساتذه دائما يعاندني وكله يطردني من الصف او المشاور. يعني وين وصلت بالدراسه؟ والله انا وصلت الدراسه يعني رابع ابتدائي ونص. على العموم يا اخوان انا بعينكم في الشركه تحت التجربه، وبعد ما تنتهي المده المحدده لكم كل واحد يستلم وظيفته. نعم. زين؟ ايش رايكم؟ ايش قلتوا؟ انا في الحقيقه موافق. وانا بعد موافق. عقب كل واحد الحين يروح يشوف شغله. زين؟ بالنسبه لك يا اخ رامز حنعطيك وظيفه ضابط علاقات عامه. نعم. زين؟ بدل الاخ اللي ترك وظيفته بسبب ظروفه. زين؟ وانا ايش بتكون وظيفتي يا استاذ؟ انت فراش تشتغل عندنا هنا في المكتب. كيف فراش الله يهديك يا استاذ، انا جاي ابغي مال الضابط هذه وتعطيني فراش ما يستوي. والله يا اخ شامس هذا اللي عندنا، يعني اذا كنت تحب فاهلا وسهلا، واذا ما تحب فاهلا وسهلا، انت حر. هذه اخرتها عاد، مصر شال ومبخر ونظاره وشنطه بثلاث ريالات وفراش بالاخير. سعاد تفضلي شوي من فضلك. نعم يا استاذ. خذي رامز وسلميه مكتب ضابط العلاقات العامه، حيكون موظف عندنا جديد في الشركه. زين؟ ولما يجي الاخ خميس خلي فهمه طبيعه عملنا في الشركه. ان شاء الله. وبالنسبه للاخ شامس ايضا اعطيه مهام عمله، زين؟ حيكون بعد موظف جديد. فراش. تفضل يا استاذ رامز. انت ما شامس؟ اي انا شامس الفراش. انا رامز اسمي يعني سا. تفضلوا معي تفضلوا. شكرا. شكرا يا استاذ، احسنت. اهلا ومرحبا. اهلا وسهلا. عندك شهادة كليرة. أنا الأخت أخذ الشنطة هاي معي. تفضل يا أستاذ رامز، هذا بيكون مكتبك.
يا سلام يا سلام يا سلام، هذا هو مكتبي. أنا كنت زمان أتخيلكم عندي مكتب مثل هذا. نعم، لكن هذا طلع أحسن اللي كنت أتخيله. وأنا هين مكتبي؟ اسمه يا اخ رامس. استاذ رامس لو سمح. وليش تصعي نفسك؟ امبارح قرأتك الوظيفة؟ هلا على روحك على الطيحة بس. الناس مقامات يا اخ شامس، وكل واحد له مقام. اسمع يا اخ رامس، انا عندي اشغال ثانية لازم اخلصها اليوم بعد. اذا سألني المدير ولا شيء قول له هنا. لا تفتن عشان تترقى، فهمتني؟ انت بعدك ما تعينت وهذه لمونتك، كيف عاد لما تتعين؟ اسمعني زين يا اخ شامس، اجلس مكانك وشوف شغلك. تفضل تفضل. سعاد خلي رامس يجيني شوي. كيف حالك؟ كيف الشغل؟ والله ماشي الحال. يا رامس، نعم، في الاخ خميس اللي اشتغل معاك في نفس القسم بالعلاقات، اي طرشت الى دائره الهجره ولحد الحين ما رجع، تاخر. وفي وفد ياباني جاي الحين في المطار، ابغاك انت تروح للمطار تستقبلهم وتجيبهم هنيك في الشركه. ما اعرفهم والله، ما اعرفهم. نعم، ما عليه ما عليه ما عليه، السكرتير راح تفهمك كل شيء زين. واعتقد هذه مساله بسيطه وسهله وما يحتاج لها اي شيء، بس ها لا تاخر عليهم ان شاء الله. اي خدمه ثانيه يا استاذ؟ احسنت، تمام بشيء؟ بارك الله فيك. تمام الله تمام الله. اقول انسه سعاد، تو انا كيف اجيب اليابانيين؟ انت اللي بتجيبهم؟ يا انا اجيبهم. تفضل، هذا الملف في صور الخبراء وتأشيرات الوصول مالهم مرسولة من الصباح. بتروح هناك المطار وبتشوفهم هم جالسين في قاعة الوصول، إنزين؟ شوف شكلهم وطابق بالصور اللي هني في الملف، وبيروح معاك السائق وجيبهم معاك هني الشركة. خذ. إنزين. أقول أنسة سعاد، ما دام تعرفيهم تعالي معي. نعم. لا 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 بس أحسنتي، كمان أبوي. ايش قال لك؟ من هو؟ المدير. ماله؟ ايش قال لك؟ ايش؟ تراني اسالك ايش قال لك المدير؟ صاك لكتني شامس، لكتني قال لك وقال لك ما قال لي شيء، خليني اشتغل.
شوف لا تسوي عمر الغشيم. انا اعرف انك دخلت عند المدير وعطاك تلقيه، لكن ترى الدنيا واسطات. اخو شامس خليك شويه في مكتبي، انا طالع والحين جاي. مكتبك؟ يا سلام، اول مره اجلس على كرسي ضابط، بس ناقصني ادريس. يا سلام يا سلام، مو انت فنشوك رامز؟ يا ود الحلال يا ود الحلال، مالك مسوي نفسك دهق؟ انا رايح عندي مهمه مع اليابان، فهمني؟ ها؟ مع اليابان؟ فهمني، ترى بدينا ندي. المدير الله يسلمك راسلني مهمه المطار علشان استقبل خبراء يابانيين، ولو سمحت يا شامس انت اجلس في المكتب، لكن لا تجلس شيخ بطل الاوراق، فهمتني؟ ايه؟ اجيبك مستقلني، يكون في علمك انا اعرف كل اللغات وخاصة لغات اليابان، إذا تبغينا أترجم أنا مستعد. شامس والله كلامك صحيح؟ مو قال لك مدعي أنا؟ العفو العفو يا أستاذ شامس، ما حد قال ذاك. شي مكانك شي مكانك، خلاص جاي. لحظة بس أسوي تليفون. هل نسوي تليفون ترى وقت، احنا مستعجلين عندنا مهمة. دقيقة بس. نعم موجود، من يبغى؟ ضابط؟ لحظة حضر الضابط شوي. أمين، ضابط على التليفون. ألو؟ شامس؟ خير ايش مسوي؟ الخليفة يقول يبغاني ضابط ما ادري شنو. لا لا مبروك كذا. يا سلام. ها لا زين زين زين. ها زين زين، مع السلامة. لا لا ولا يهمك، يلا مع السلامة. هذا شمس يقول يشتغل ضابط علاقات عامة، رسلوه المطار عشان يجيب خبراء يابانيين. والله ما ادري ايش من شركة هذه اللي بترسل موظف اول يوم في مهمة مثل هذه. والله ما اعرف، بس ما عليك من شامس ذكي، ما عليك من سوالفه، يوم يبغى يفكر. او شامس لقيناهم. تو عاد ابغاك تشوف الصور، شوف متشابهه الصوره مطابقه بصورته. هو ده مثل عيونه مغمضه نفس الشيء. هو عيونه مغمضه؟ اي الحمد لله رب العالمين. اقول لك شامس ابغاك تو تصير تتفاهم معهم وتقول لهم لو سمحتوا تعالوا اجلسوا بالسياره نشوفكم الشركه. خلاص عش 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 عش. اي زين زين، بس يا رامز انت اليوم ما متريق زين. اليوم ما تريق زين، ما اعرف اتكلم زين. وبعدين بصراحه انا من زمان ما تكلمت ياباني، ناسي. كيف ناسي وكيف ما متريق؟ هناك مشكلة بس جاحت انا وانا واتكلم لغتهم، تكلم معاهم ولا تسوي مشكلة عند المدير، تكلم معاهم اشوفك. زين زين لحظة بتذكر شوية. مشكلة يسوي لي مشكلة. بتذكر اصبر. خلي عاش. كمان. كمان. وتراو وتراو وتراو. يو. ديش. وات. مي مسقط. يو يابان طوكيو. يس. وي ونت تو جو مسقط. يو تاكسي. مي مسقط. يو يابان هي طوكيو. مي شامس هي. يي رامس هي. ابوي تعالوا معي قبل اخر في السن. تعالوا معي يلا يلا. شامس؟ اه. تتكلم لغتهم ولا ضربتك؟ اسمع انت 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 انطلقت بالكلام انطلقت. معلوم معلوم. اقول شامس. اه. تبغى تركبوا السيارة. لان هناك مدير حرصته جالس. عش عش. كمان 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 كمان. عوريو عوريو. يو. جود جود. يلا يلا. كمان كمان. بيتو بيتو. زين اخوي شكرا شكرا. رامز راح المطار؟ اي نعم راح وصار له ساعه تقريبا. عقب كيف في واحد الحين متصل فيني من المطار يقول انه استقبل الخبراء والخبراء معاه الحين في المطار وما حد من شركتنا راح مستقبلهم؟ ما اعرف. السلام عليكم. كمان طوكيو.
ودر تعال ودر ودر بولا مدير عوريو يا مدير ما انت هذين مين هذين كيف من هذين هذين هم نفس الخبراء اللي ارسلتني المطار عشان اجيبهم هم انا خبرتك تجيب هذين خبرتك تجيب هذين الحين ترجع المطار وتجيب معك الخبراء ولا ترى ما تشوف نفسك الا في الشارع عند الدريشه رامس احسن تصير رحنا الحين في الطابق الرابع وابوي يا استاذ اسمح لي يمكن حصل درس الموضوع بس اسمح لي اشوك وهذا اللي يسوي فيهم الحين برا برا انت وياهم يلا برا برا طلع برا سمعت طوفيو برا ابوي برا يلا طوفيو يلا امين زوج خالتك اتاخر يا اخي والوقت يسرقنا وللحين ما سوينا شيء صدق بعد بالي مشغول عليه كيف بيتصرف اذا رحنا عنه يا ابن الحلال شامس ريال كبير وبيعرف يتصرف وبيدبر اموره وبعدين احنا مو رايحين اسبوع يوم واحد وراجعين لا لا بنتظر شوي يمكن يجي ونعطيه المفتاح رايك يعني؟ ايه زي مثل ما تشوف مرحبا شباب اهلا يا شمس زين لقيتك ينحسك كان تغديتوا عندي ما علي ليش تحرسوني؟ امين قصده ان احنا مسافرين ها؟ مسافرين؟ وعلى وين بالسلامة؟ وانا بتخلوني مع مين يعني؟ باكر صباح الليل لا تخاف. ما دام كذاك بسيطة خوفتوني الله يهديكم. فكرتكم مسافرين بصح يعني. لا سفرة عمل وبكرة الصبح نكون هنا ان شاء الله. يلا نشوفك باكر الصباح ها؟ خلي بالك على البيت ها؟ ان شاء الله. ولا يهمكم. يلا خلينا نمشي. يلا في مالك. مع السلامة. يلا شمس ما نوصيك قبل البيت ان شاء الله ولا يهمكم دير بالك حاضر حاضر ان شاء الله يلا مالا مع السلامه تبغى شيء ولا شيء لا احسنتوا ما تقصرون يلا مالا رجعوا بسلامه ان شاء الله حياكم الله البيت في عيوني ان شاء الله في عيون البيت لا تخافون يلا مع السلامه مع السلامه حياكم الله خلصك الباب خلصك الباب ان شاء الله ان شاء الله لا تخلي الباب هذا مفتوح الرئيسي عن قد شيء غنم تاكل الزرع هذه ولا شيء ان شاء الله ان شاء الله ولا يهمكم البيت في عيوني ان شاء الله ما يهمكم توكلوا 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 حياكم الله يلا ان شاء الله تردوا بالسلامه ان شاء الله تردوا بالسلامه يلا موفقين مع السلامه امين شوي شوي لا تسوق وايد مع السلامه حياك الله امين مع السلامه ها ونسوا يعطوني المفتاح غبت يا شمس من هذا اللي جاي منك هذا سايق سايق من عارفه انه سايق هاي سايق شركه ايش قصدي زهران هذا سايق المعهد المعهد نعم سايق المعهد والمعهد يجيبك في صالونه كما تعرف يا زهران الشطار اللي ممثال يعني يجيبوهم في بصات مكيفه قصدي في سيارات مكيفه تعرف ليش علشان ما يسيح مخهم للحر ان شاء الله وهذه الايام كما تعرف هذه الايام بصات ما فيه تكييف عشان كذا كان يجيبوني سيارة مكيف ويجيبوك في صالون يجيبوني ما شاء الله عليك كذا ابغاك رامس كذا ابغاك شاطر ورافع راسي فوق نعم افتخر بك وسط الناس وسط الحارة ساعدني ساعدني ايش بلاك ساعدني يلا بس بارك الله فيك كذا ابغاك كذا ابغاك البسها رامس نعم الاخر عاد ايه خلينا نشوف رايي ايش مسويت لنا من الغداء خلاص تفضل عقايب نحصل تفضل يلا
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مستعجل. يلا يا كريم يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تسلمي ايدك تسلمي ايدك يا محمود. يلا بسم الله. رامز اعطيني الملح هذا. مال العيش على تقول تفل. الحلال ما تفل لكن تعرفين انا اكثر من الملح. ها رامز ايش سويت في المعهد اليوم؟ ما في حد. ماشي كيف ماشي الحال؟ يعني بدأ الدراسة؟ من زمان توعد قاعد تسألني انت. وايش من الدراسة الحين؟ المدارس كلها في اجازة. كلامك صحيح يا زهران يا اخوي، لكن المعهد قال ان السنة هذه الصيف ما حال، وعلشان الصيف ما حال سيونا دروس خصوصية علشان الطلبة تستفيد. صح كلامي؟ يعني انت الحين تروح المعهد كل يوم؟ ايه نعم. كيف ايه طيب ايه؟ انا اول مرة اسمع ان مدارس تفتح في هذا الوقت من السنة. يا زهران يا اخوي اسمعني زين، هذه يسموها دروس اضافيه. تعرف هذه دروس اضافيه؟ يعني كورس صيفي ونظام جديد، فهمني؟ خليها كل يعني هذه السياره بتجي كل يوم تشلك وتجيبك؟ اي نعم كل يوم. عجب زين والله. حجب حاجه. كيف يعني حجب حاجه؟ يعني نخلي السائق هذا وهو جاي على دربه يخطف السوق ويجيب لنا الاغراض كل يوم. ما يستوي جو الاغراض سيارة المعهد ما يصير. ليش ما يصير؟ حالنا احنا بس ما يصير؟ ترى اللي على دربه هو جاي ما يضره شيء. ما صح رامز؟ لا ما صح. كيف صح؟ يضره ما يستوي. اها كيف يضره يا الحاسد؟ خلوكم مثل غيرنا. الحمد لله شبعت. بصير اغسل ايدي. ما تهنوا حد يتغدى ابد. وانتي لا ترسي بطن شوية تصيريني مثل الفيل، فهمتي؟ الحمد لله رب العالمين. أخو رامز، مو سالفة الكورس هذه مالك؟ عذبتيني راي، هلكتيني، تخلصنا من زهران، جيتيني أنتي، خليني أكل، هني علي شوية. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أبوي كل، أنا ساكتة ما أقول شيء. أقول راي. بخبش على سر، لكن الشيمة كان في شيمة. هذا السر بيكون بيني وبينش، ما أبغى أخوي زهران يعرفه. سمعتي؟ أخاف يزعل. وأنت ما تعرف راية حافظة الأسرار؟ عارفني حافظة الأسرار هي. زعل بسمعي. قول. أنا في الحقيقة يعني؟ إيه. أنا أشتغل بشركة. دراسة ماشي. معهد ماشي. وأنا الحين تحت التجربة. ولما يثبت تعييني عاد بعدين ما بديني حيلة، بفتح أخوي زهران واللي يصير. نعم. زين تو تحال مو ما تخبره، بيكون لما يسمع بهالخبر يفرح، على الأقل تساعده في مصروف البيت. كم عاشك؟ ما يستوى هاي، ما يستوى خبره. هو يبغاني أدرس في المعهد وأكمل دراستي، وأنا صاني جالس أشتغل، ما يسمى هديك. أيه أمس، والله أمس، أيه أخو غير، أنا هذا الصوت ما غريب علي. أمس. أروح أشوفه. أبوي سيشوفه على ينقسم بلا عيمة بعد. هو نفس الرقم ونفس السكة صح؟ نفس العنوان. شامس انت ايش اللي جابك هنا؟ مو قاعد تسوي زين يوم حصلت بيتكم على نفس العنوان اللي اعطيتني اياه، ولا كنت الليلة انام في الشارع؟ زين قول لي خير ايش اللي استوى؟ باب البيت ماله انقفل. وبعدين تكلم ما انفتح. زين وبعدين؟ وبعدين يا شامس مالك جالس تكلمني مثل قطارة؟ مالك دخلت في الموضوع وتكلم مثل الناس. زبدة الكلام ابغى انام عندك الليلة لحد باكر يا رامز. شامس ابغى اسألك سؤال. ها؟ انت ما كنت مع امين؟ انا كنت عند امين بس باب البيت انقفل بالصدفة،
وامين وخليفه سايرين في شغله لحد باكر. شامس؟ نعم. شيما كان في شيما. بيتي ما اقدر ادخلك ابدا، اخوي بيعرفني، بتسوي لي مشكله، بتسوي لي نشبه، هلكتني عذبتني. رامز؟ نعم نعم اخوي. ايش في عندك هنا؟ ابدا ما في شيء. هذا زميلي شامس وانا وياه في معهد واحد بس. نعم. انت معاه في الصف؟ لا. كيف؟ انا استاذه. استاذي. أمي انك انت غريب لك ومخلي الاستاذ شامس واقف. احنا اسفين استاذ شامس. اهلا وسهلا. أسفين. شرفت. أسفين. شرفت. تفضل البيت بيتك. تفضل استاذ شامس، خذ منك. ماشي حيله.